جديدة بينضموا لنا الطلاب على المسرح. أذكركم مشاهدينا بأسمائهم: سارة من سوريا، محمد من الأردن، لاميا من تونس، محمد من سوريا، نسمة من مصر، أفرام من لبنان، كريمة من المغرب، محمد من الأردن، ليان من فلسطين، كريم من مصر، حسام من سوريا، كريستين من لبنان، جيلبرت من لبنان، مينا من لبنان، محمد من السعودية، ياسمين من المغرب، محمد من البحرين، أميمة من تونس، عبد السلام من الكويت، أحمد من مصر. بسهرتنا الليلة رح نتعرف على الطلاب العشرين ونسمعهم ونكتشف بشكل أولي مواهبهم بالعزف وبالغناء.